شاهدين احنا متواصلين معاكم. مكتب الشهيد التابع للديوان الاميري استضاف الاستاذ الدكتور مبروك عطيه للحديث حول فرض الصيام وكافه الامور والفتاوى الخاصه بالشهر الكريم. نشوف هالتقرير ونرجع وياكم. مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري يستضيف بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل الأستاذ الدكتور مبروك عطية من جمهورية مصر العربية للحديث حول فضل الصيام وكافة الأمور والفتاوى الخاصة بصيام الشهر الفضيل والأخلاقيات الواجب التحري بها من قبل المسلم في هذا الشهر الكريم. سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا ومحذرا: إياكم والبغضاء فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، وإنما أقول حالقة الدين، يعني اللي جواه كراهية للناس أقرع في دينه، ما عندوش شعراي الدين. ده داخل على رمضان يعمل إيه؟ ولا داخل على شوال يعمل إيه؟ ولا رايح يحج ليه ده؟ ولا بيعمل إيه؟ راجل عنده بغضاء، إذا شاف خير كأنه شاف كابوس في منام، إذا سمع بنجاح حد يحتقن، إذا وجد إنسان زرع زرعة وفلح يبقى كأنك صبيت في قلبه مية نار، إذا لقى الناس سعدة ومبسوطة قال مو فاهمين حاجة في الحياة، إلى أن يسعى في تخريب سعادتهم والتفريق بينهم.